اختتمت كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية مؤتمرها العلمي الدولي بعنوان الابتكار في صناعة السياحة في ظل التغيرات العالمية المعاصرة بمدينة العالمين الجديدة. ناقش المؤتمر محاور رئيسية مثل الذكاء الاصطناعي في قطاع السياحة وريادة الأعمال ودور الجامعات في تطوير آليات الترويج والتسويق في المدن الجديدة، مع التركيز على أهمية السياحة المستدامة في التنمية، مما يعزز التوجه نحو الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر في مصر. بتوجه الدولة المصرية نحو الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، جاء ختام فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الذي نظمته كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية بعنوان الابتكار في صناعة السياحة في ظل التغيرات العالمية المعاصرة بمدينة العالمين الجديدة. في المجال السياحي محتاجين للإنوفيشن والابتكار في ظل التحديات الراهنة اللي موجودة. الحمد لله كان في تنوع في الأبحاث كلها بتتمحور حول الإنوفيشن، سواء في مجال التخطيط والتنمية أو في مجال التسويق أو في مجال الترويج واستخدامات التقنيات الحديثة في المجال السياحي اللي نقدر بيها أن احنا نواكب العصر اللي موجود حاليا دلوقتي. حاولنا من خلال المحاور المختلفة ان احنا نغطي كل القطاعات، قطاع السياحة وقطاع الضيافة وقطاع الإرشاد او التراث، وفي مجموعة كبيرة من الأبحاث اشتركت معنا كانت تحت المحاور المختلفة، فكان في حاجات خاصة بالتكنولوجي والاي اي، وحاجات خاصة بالتسويق والاتجاهات الحديثة في التسويق، وحاجات خاصة بمدينة العالمين. على مدار يومين ناقش المؤتمر عدة محاور رئيسية، من بينها الذكاء الاصطناعي في قطاع السياحة والاتجاهات الحديثة في إدارة موارد السياحة والضيافة، بمشاركة مجموعة من الخبراء والأساتذة المتخصصين في قطاعات السياحة المختلفة. شاركتنا احنا النهاردة كالهيئة المصرية العامة لوزارة السياحة، الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وزارة السياحة، كانت علشان نبين رؤية الهيئة عندنا للتجديد في قطاع السياحة، التجديد في التسويق وفي المحتوى التسويقي، وازاي انه في تجديد حتى في الرؤية لإقليم اسكندرية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال الكامبينز اللي بتتعمل طول الوقت، واللي كانت الأساس فيها أو الرسالة الأساسية أو الصور الأساسية هي مدينة العالمين الجديدة. تأتي أهمية المؤتمر في طرح مستقبل صناعة السياحة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية الحديثة، ودور الجامعات في تطوير آليات الترويج والتسويق بالمدن الجديدة مثل العالمين والجلالة، ونشر الوعي بأهمية السياحة المستدامة في التنمية.